بانطوفه بانطوفه ناري الكوشون برجع من كازا. عمدة فلوغ على جابك لحقاش هو ما بانش في الفلوغ اللي فات وبقى فيه الحال ما كيف كي عليا تعرفوا واحد الحاجة كيسميوها اللي نيته زينة فريم شنو كاين؟ هاي البوفي او ماي جاد ايه سلمية عشان داك اتي لك انت صوتي في النهار يديرو قديم تيميشا تيميشا المهم تحتكم هاي الفان ديالي بنتلي نهبط معاكم في اكدال بنتلي قالت لك بنتلي الصديقة ديالو كان مع الصديقة ديالو في مراكش مسا الصباح شد الدراع مع الصباح قال لك والو جدي قرب يموت قال لك اسيتي جد مريض لا لا راه ما واش كان راجع المهم غادي فين ساكن واخني برا قلت كان راه صور لي الدراع انا على كاسي دراتي الدراع غني برا انا يلاه جيت للشومبر شحال هادي ما جيت لها دايزه فيها الحرب وغادي نجمع الشومبر بلا هي الاولى عاد نشوف شنو ندير واخا ما كاين السيمانه ديال الرات عندنا ولكن كاين السيمانه ديال الرات عند الدوزيام اني داكشي علاش غادي نمشيو نطمر عليهم دقيت هلو بلو نوي يا ناري درتي لنا الرعب اصاحبي شحال خاطر لك مرات هو راه جاي يدي البراد طريقه انا جيت ندي براد درك انا فهمتي انا طروازيام انا هو عيسى التاعو انا كنشفر البراد ما كنشفرش الفراش طاب شويه شي حاجه الاخر المهم غادي نلعبوا داك التشالنج ديال الزديم بومبح او اصلا نديرو داك التشالنج ديال الزديم بومبح او ديال الماء اركز معايا انت بارتو اكشن ما خاصكش تخوي الماء الا خويتي غنضربك طاف باش ما نبقاش نخلو نجاو في الماء طول اطرني درجه اطرني اطرني ثلاثه تخويتي لا 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 قليش اللي تقلشنا معك قبل ما درت معك يوتيوب فيديو كنت نصف كنت نقول لك قليش هذا هاي صباح الخير صباح النار صباح الخير شحال الساعة درك نقول لكم شحال الساعة ما عنديش طلعوني في الطونوس باش نشري الرولكس ونقول لكم شحال الساعة عمرني عاودت لكم على واحد صبر صبر انجلس واحد خونا في العائله سميته ما سميتهش شتا سميته ماشي في العائله اصلا ديما ما كتبقى كتقول لي ما تبقاش تقول كان يا ما كان في قديم الزمن هذه واحد القصه ياك واحد خونا كان يلاه دا البيرمي شحال هذه هادشي في يامات
المسيرة والسفر كان يلاه دا البيرمي كان هو بوحده اللي داه في العائلة يمكن فهمتي، وكان حاس براسه بلا وصف الحياة، وكان بحال هكا سايق الطوموبيل وهكا زعما بغى يعرف شحال راه الساعة وما قدش يشوف في يديه فهمتي، ويدير لمرته بحال هكا ويقولها شوفني الساعة. ومع حنا عندنا واحد العائلة فهمتي، ماشي عائلتي، عائلته داك كان هي مكان فيهم التنمر بزاف، شنو سماو عليه؟ سماو عليه الحاج الحسن شوفني الساعة. بحال درك انا سميتي ايوب بغى يقول لي السلام ايوب، هو لا هو باش كانوا كيتلاقاو كيقولوا له السلام سي الحاج الحسن شوفني الساعة. ما ضحكاتكمش؟ انا ضحكاتني. هادشي باش تعرف الناس ديال بكري كي كانوا كيفكروا، كي كانوا فهمتي عندهم التفكير، عندهم التفكير محدود، كي عندهم التفكير عاود حنايا لا جينيراسيون ديالنا التفكير ديالنا مسرق. كتلقى بنادم يلاه خدا في بيرمي فهمتي شاد التليفون كيسنابي كيقول لك باكي يا غاتحط داك التليفون وتشد في الفولو يا غاتشد في يا غاتخرج في الشجره اللي قدامك. واش فراسكم واحد النهار تلقيت راسي وسط القنطره سون سانتيردي ويلا نوضا تاكل التبن يعني ما يمكنش. المهم غادي نمشي ندير ما ناكل. راه درك 12 الليل ما فهمتش واحد السقيل اكل بياض واحد السكات كيضر في الودنين. المهم انا كنت باغي ندير ما ناكل، مشيت شريت لي بطاط تفكرت بلا كانوا عطاو لي واحد لاطاش اللي هي غادي نهود السبل حاشاكم. دابا انا في هاد الحياه عندي واحد المشكل، عندي مشكل سببي انا الفلوجه. انا ساكن في كاترين وما كاينش لاسونسور، ملي بغيت نهود السبل خاصني ندير خطه، ما يمكنش انا غادي نهوده ونطلعه في نفس الوقيته، خاصني نكون خارج، خاصني نكون غادي نضرب دوره عاد من نولي عاد نقدر نطلعو معايا. المهم ندير قلت شي حاجه نسيت درك شنو قلت ما علينا. المهم غادي نهوده ايه عاد درك شنو قلت غادي نهوده وان شاء الله شكر. غادي نبقى نهضر انا بهذوك الضمائر المتصله هذيك الضمائر المتصله والمستتيره المنفصله شي حاجه صافي راني هودته و غوفونو ان مونطون. واش هي غوفونو ان مونطون بالعربيه؟ نرجعوا الى حواء سميتو سميت الحليب الكبش الكبش سميتو الكبش ياه الكبش لا سميتها شي سميه اخرى غنم. نرجعوا الى اغنامينا. اش هذا؟ اش هذا الشيء؟ دربتكم؟ كنديرو الثومة لحقاش انا عزيز عليا راس واحد جوج صافي خرج هاد الزاوية نديرو جوج نديرو جوج لا نديرو غير واحد رجعت لراسك جوج بزاف. انا واحد الانسان اللي ما كنامنش بالخرافات ولكن الا كان كيحسب لكم انكم بهادي ديريكت في القادوسه في المجرى في بوخراب راكو غالطين. غادي كنكبو شي كنكبو ما عرفتش نكبو لكم وانتم كتكبو فيا وانتم كتتفرجوا فيا. كنديروا الماء البارد يهبط للقادوسه عاد كنديروا الماء السخون فهمتي باش يجيهم داكشي دافي. ما كنامنش بالخرافات انا ولكن ارواح ديرها انت انا راني بوحدي بالدار غنتصمك انايا حتى غادي حنا كيسمعوني حنا مخلوعين حنا مخلوعين حنا واش حنايا ناري شت خيالي لهيه ناري باقي كنشوف دابا المشكلة باب فيها الزاج ناري دخلت انا نمشي نسد ديك الباب لحقاش فيها الزاج فيها انا واش انا بدا انا هو هذاك صغر نتحرك نشوف هو انا. اخر حاجه كنزيدوها هي فرماج كتب ليا باش هادشي يجي مفرمج شي حاجه الاخر. او ماي جاد قال لك حقا جابو لي كرياتور دو كونتوني من برا وانا ما جابونيش. انا لي كرياتور دو كونتوني كونتنت كرييتر ديال انسياس
ودابا واش هادو كيفكروا اولمبياد سمحوا لي نتوما عزاز عليا ولكن في هذه غير انا لو كان جبتو عيب. شوف هادو هما اللي كيقول كيبيعوا القرض وكيضحكوا على الناس. المهم على طول واخا ما جابونيش انا هو احسن كونتنت كريتور كاين هنا واحسن هاكر واحسن تيك توكر واحسن كلشي وضد في الحق. الله يعطيك. شنو الاحساس ديالك انه ما جابونيش انا ضيف شرف؟ بقى فيك الحال؟ خلاو الطالب هو اللي صبح. مابقاش فيا الحال لاقاش ما عرضونيش. بقى فيا الحال من كنتي لاقاش شي وجديه الله ماما خصك تهزي بوجهنا. برات نسات بلاتك. برات نسات ونتزوج سبع سنين. ويا طيح. انا ام ديسابوينتد حيت ما طلعتوش ايوب الباز. لا راه كتبان بحال راني لا هزت عليك نوت. ابراهيم سي هاي تو ذا فلوج. كتصور فلوج. شنو الاحساس ديالك بعد حيدتي الموستاش؟ هذه زوزه كبيره وهذه زوزه صغيره هذه كدير فهمتي كوره هذه هي اللبؤات المستقبل. او ماي جاد هادشي المهم الحكمه فهادشي اللي ما باينش. دير لي همهم دير لي همهم. سي ايوب كان عندك لي غاط كثروا عليا المايكات. واش الاحساس ديالك؟ راه يبدا شحال الاحساس ديالي انه انا ما كاينش خليفه الصراحه ما بلان والو يا سير كنت غطيح عليهم زعما غنطيح عليهم البق ياكلوش معايا الخبز. بغيت ندير ديديكاس لماما وبابا اختي واختي الاخرى. ما غايبانش هادشي الا ما قلتيش الجمله ديالي. ويعطي ديديكاس للعيون الجنوبيه ديال الصحراء. غنديرو ميني كونفيرنس يلا وي واش كتبان كاين ارنيس ويعطيه كي جيت حط لك الدبين ولا لا ديكاس لرفود الرشيديه التمر لماما لبابا لخويا سيكري سيكري واش سيكري باش ما يبقاش ليا الحال سيكري. المهم انا لقيت هاد هواي هنايا يور كومين هومي. يا اخي كنت كنصور لكم العام اللي فات ملي كنت ساكن هنا كنت كنقول لهم تحشر. انا قلت لكم التحشار مشى مع بوشفر حتى شو هادو صافي عندهم بلازما. انا بغيت توستاريكا حلها لي حلها باغي ناري ناري عندهم الباركو اعطيه ناري ناري فين هو التحشار؟ واش هذا التحشار ماشي العهد تاعنا صافي بارك عليك صورتي اش ولا هايا خصها تدهنها ياك خصك تدهنها هذه بخاطر الزكاة اللي غناكل الطرف تاعها. سعيد تبان في الفيديو خوتي تكون عندهم هاني ها هو السي سعيد هذه عندنا غير تقول لي بكوبي رايت. او ماي جاد ديرو مع لا الهمه 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 وريهم وريهم التليفون جديد ماشي ماشي مع ناري شي حاجه لخر الليل ياك والله واقع الصداع غنوريكم واو راكم تشوفوا ما ديري صداك وهذا لي ام بي تي ايوا
راهم باغيين يجمعونا باش يشريو على اللي ماشي انسياس لحقاش وقع الصداع، ولكن هادو انسياس تبعنا. ويلي انت ماشي انسياس؟ انا في الباتيمون بي. وانت فين ساكن؟ باتيمون بي شومبر 44. شي حاجه الاخر. ايه لو صباح انا عاد فايق النعاس دا واحد الجو كيكون في مور الجورني. طيب اصلا جنة بسرعة تطيح الله يلا ديك الصبحيه ديال العيد الكبير. لا طيرون يا طير ولا عاد وحشوني ياسين. انا نوريكم اخوتي الشكاره ديال موعد انبوكسين هادشي ديال السر الجمال ديال موعد نادر هذا اكتيفيس اكتيفي لايف هذا كيديرو قبل ما ينعس هذا تيديرو العيني باش ياخذو مبلقين هذا صافي هذا هو اهم باش ما تبانش الشركه خريجه كريم كارديان سلوى الالتيس سلوى الوليد جاك ادي بادي لاندي وضعوا الكاميرا وريهم اش لابس جاك ادي بادي لاندي يلا شوف هذا هو فاش تفرجوا هاد انسياس والله حتى بيزار هاد البلاصه هادي كانت صحه سلام من البارح تغفل عليهم 5 دقائق تلقاه محفور كاين شي قبر ولا خندق ولا شو هذا حنا رات كان الويفي ثقيل وقلنا لهم يصايبوه لنا ياك نوضوا كيصايبوه قطعوا علينا الضو سيمانه صدقنا لا ويفي لا ضو ماشي كاع سيمانه شي ساعه ولا جوج سوايع ولا كاع نص ساعه المهم بقيتش عاقل خاوله الجبري هبطت عندنا مور ما كانت مريضه هاد الاولمبياد هادي اللي ما حضرتلهمش عاوكم هادي لهي مهدي راه ربحت 300 درهم هاي خلص علينا الحرشه قالوا لي ربحتي 300 درهم ما عارفه ماما كاتشي زعما بالله شبرتي 3000 درهم عند بابا ايوا صافي ما كنت ماش نقول على وي اخر ناري والله حتى انا واعر شي حاجه الاخر في هذا الشيء ديال اللغات سي هاي تو ذا فلوغ هاي تو ذا فلوغ سي هاي تو ذا فلوغ ناري غنحطكم بحال هكا انا ما شغليش لا 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 كنت كنصور ولكن ما صورتش بلا كنت كنكب اتاي داك الشيء علاش غنكب اتاي وغنكبه باليسرية مانيش عارف واش كيبان لكم شوف انا اليمني ماشي كوشي هادي اولا واخا كوشي واخا اليمني جبت سميتو اتاي في الكاس بغيت نقول لكم كملات الفيديو تاعنا هنايا ما تنساوش لايك سبسكرايب وداك الشيء ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله وصافي هادشي اللي كاين اجي نقول لكم اللي فيه باي يا ربي ما تكونش زيت الكاميرا